Votre radio préférée. نادزون الحسن النجار اللي كان رئيس الجمعيه الثروه السكنيه اللي بدات تنظمنا دوري الجمعيات يعني في نسخته الرابعه الان غير كالدور الرابعه اللي كيما 2020 يعني الافتتاح نسكرت نهار 16 فبراير غير الحمد لله يعني اللي كيما يعني الجوله الثانيه المجموعات من يعني من 5 أو 8 تكرر المجموعات اظن على حساب البروغراما اصدقاء على حساب رمضان يعني لو كنا ندمج الى حد الحدود اظن الحمد لله يعني كل الامور كذا رزق يعني بخير وعلى خير كذا واحد مارس هذا نهار 8 ان شاء الله البروغرام رين قدا باش الجوله الثالثه يعني كل المجموعات 1 أو 8 تلعب نهار 8 كذلك يعني الجوله الثالثه والاخيره للمجموعات 8 5 يعني 8 راه تلعب بنس يعني نهار 16 مارس راه كله يعني لقصنا راه نكمل يعني دور المجموعات ارجل الحمد لله يعني الامور كله يعني ارزق زنت يعني بخير وعلى خير خصوصا يعني مقارنه بالسنه يعني بالدوره السابقه يعني خصوصا يعني من الناحيه الانضباط الروح الرياضيه يعني الحمد لله يعني الامور كله يعني وصل لي التشنجات اللي وصل لي يعني التدخلات العنيفه غادا نتمنى يعني استمر الدوري ادور ليسيليس باش تكرس يعني غير الوسيله مدنا التشكيل يعني التشكيل الدري يلعب ثلاثه درت درت القرايان درت ميسين وراد التشكيله يعني تصاب غير ذكرى غانا فنسكري القانون قانون العقوبه وصل الانضباط يعني هو دا يجن يعني يعني اللاعبين اللي يعني انضبط مزيان الحمد لله يعني طبقت كواس لي زرين اتاكد في كان المفعول يعني اش كواس الحمد لله وكذلك يعني من الناحيه الجماهيريه الحمد لله نتشكر يعني الجمهور اللي ديما يعني التشكيله تحضرنا غد يعني تحضرنا سيدي كثافه نتشكر وكان نبدا نهار 16 راح نستمر هكذا لك من نهار 1 مارس 2020 هيا خديمه غير ان شاء الله نهار 12 الغريلي نهار 12 ابريل الغريلي ان شاء الله الفينال مرحبا بكم ديما سني مير يعني غادي اسبير يعني في المواكبه يعني في التغطيه الحادث هذا راس بنتيني مرحبا بك غدرنخ سن مير قبلت الدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادر في البطوله الزكاك دنا قصاد فدك راح ميلونا او تتو تسكر ديال جام تاني مرتنج ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.